كلمات بسيطة من خادم الحرمين الشريفين معبرة وتصل الهدف بشكل مباشر، المهم أنه إحنا نفهمها. إذن اليوم في ملف التوعية بسرطان الثدي نتناول مشاهدينا الشق النفسي وأهميته في التقدم في العلاج أو في تراجعه، فالعلاقة بين الزوجين وما تحتاجه المرأة من دعم نفسي خاصة في الأوقات الصعبة قد يكون الدافع للحياة. قصتنا اليوم من عمان حول سيدة تخلى عنها زوجها بسبب الآثار الجانبية لرحلة العلاج من سرطان الثدي والمتمثلة في استئصال الثدي وتساقط الشعر وغيرها من الأمور. بدلا من أن يكون الزوج سندا أصبح عائقا أمام علاج المرض بسبب الشرخ الكبير الذي تركه في الناحية النفسية والعاطفية لزوجته المريضة. نتابع قصة حنان من الأردن ثم نعود. أنا أصبت بمرض سرطان الثدي بعد سنين من الزواج، وكنت متوقعة دعم زوجي لإلي، وأنا واجهت المرض وحاسة أني ممكن أني أموت فيه، بس الموت الحقيقي اللي أنا واجهته هو ترك زوجي لإلي بهاي المرحلة. أنا هلأ في مرحلة علاج وحاسة أنه أنا بلا سند، وهو راح، حاسة أنه هذا هو الموت الأكيد، هذا هو الموت الحقيقي اللي أنا بيواجهني، مش مرض السرطان، غدره وخيانته هي الموت اللي عن جد أنا يعني بستناه. حكاية ما فارقت شفاها حنان، سطورها بدت مع مرض السرطان، وبدل أن يأخذ زوجها بيدها لشط النجاة تركها لافا وجهه عنها ساحبا منها آخر صك أمل في الحياة. كل العلاجات من أدوية وكيماوي وما خلفت من آثار على ملامحها وخسارة لشعرها، لباقي ما تبقى من أنوثتها ما كان يعنيها. حنان التي لفت وجهها عن كاميرا الـNBC لتروي قصتها وقصة كثيرات غيرها، ليس مع مرض سرطان الثدي بل لترك زوجها لها ضريبة إصابتها بذلك المرض. وكأن مدة صلاحيتها بالحياة انتهت، فرسمت نهايتها على يد زوجها قبل أن يرسمها المرض. والله أثر في فراق زوجي أكثر من المرض، كنت محتاجيته أنا معي، وأنا حسيت حالي بموت مرتين. قتلني هو قبل ما يقتلني مرض السرطان، فصار بدي علاج مش بس من مرض السرطان، صار بدي علاج من الصدمة اللي أنا انصبت فيها من أعز وأقرب الناس لإلي. أنا كنت متوقع أنه يدعمني يوقف جنبي، بس أنا هلأ بدي مين يصحيني من هاي الصدمة. مرض السرطان ما أثر فيه زي ما أثر فيه هو. كاميرا الـNBC تجولت بشوارع عمان لتسأل رجالا ونساء عن وقع ترك الزوج لزوجته المصابة بمرض سرطان الثدي. الأجوبة كانت مغايرة لقصة حنان، وجميع الرجال هنا كانوا بأجوبتهم العون والسند. مش عادل يعني أنه يتركها، طبعا الحالة النفسية بالنسبة لها راح تكون حالة كتير صعبة، وكمان راح يصير عندها مرض تاني غير انه معاها كانسر. انه انا مني وعلي يعني انه انا بضل متمسك بجوزتي، يعني لو يعني شو ما صار بالحياه او شو ما صار يعني راح اتمسك فيها للابد. موقف غير انساني في البدايه، بعدين العلاقه بين الزوج وزوجته مو بس يعني علاقه اولاد او علاقه، هي رابط ابدي، هي علاقه انسانيه. أما حنان فردت بأن هذا الجواب ما فارق لسان زوجها لمدة 20 عاما، لكن شهرا واحدا مع مرض سرطان الثدي غير الحال وشوه كل الأحلام والآمال. طول مسيرة حياتنا مع بعض كان يحلف أنه ما عمره رح يتركني، لا بالخير لا بالشر لا بالمرض لا بالصحة، بس هذا كان كله حكي. أول ما تشخص مرض السرطان انصدم يمكن أكثر مني، بس بلش شوي شوي يستوعب الصدمة، بلش يعرف أنه أنا رح أتغير، أنا ما رح أضلني نفس الست اللي عاشت معه طول العمر. بلش يدور على حياته بعيد عني، كان يحلف لي عمره ما رح يتركني. حالة وغيرها الكثير دفعت القائمين هنا لنشر شعار يقول منك أنت غير شجعها تفحص، شعار لو عمل به الأزواج لأنقذت 1000 حنان قد تصاب بالسرطان. عماد العضايل عمان، وصباح الخير يا عرب.